حروب الإعلام طوفان الأقصى. مرحبا بكم مشاهدينا. في ذروة الذعر الإسرائيلي من الرد القادم من طهران ومن حزب الله، تعود الرواية المأجورة إلى مسلك انفصامها، ويخطئ الغرب في التسديد الإعلامي مرة أخرى، فتنكشف أباطيله وتنحدر كفة مصداقيته إلى هاوية سحيقة. وفي زمن السنوار الذي يمسك مربط الفرس من داخل غزة، يتسيد التضليل على آلة الإعلام ويدير الدفة نحو الشيطنة المتواصلة منذ 7 أكتوبر. هي الشيطنة المبرمجة نفسها التي لم توفر يوما حزب الله أو جبهات إسناد غزة، وتعمل بالمقابل على تزكية إسرائيل وتمييع حقيقتها السوداء. أما الولايات المتحدة فتبحث بالمراوغة عن مكاسب انتخابية وتحرق ورقة حرب غزة وفق المصلحة السياسية، فيما يد واشنطن ممدودة من تحت الطاولة وفوقها إلى تل أبيب تسليحا وأسنادا إعلاميا. كل ذلك سيكون في حلقة اليوم من حروب الإعلام، وكالعادة معنا فيها ونرحب بالثنائي الذهبي كما أحب أن أسميه، الزميلة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين، والأستاذ سيف دعنا، دكتور سيف دعنا، الأستاذ في علم الاجتماع معنا من شيكاغو. مرحبا بكما. وأبدأ مباشرة وإياك زميلتنا بهية حلاوي. يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، هذا واحد من كوابيس إسرائيل يتحقق. هذا الرجل يوصفونه بأنه لا يستسلم مطلقا ويقوم بكل شيء ليؤلم إسرائيل. كيف تم التعامل إعلاميا مع هذا الحدث الكبير؟ يعني شاركنا معا في عدة حلقات من حروب الإعلام رامية في تفنيد حملات التضليل والشيطنة التي طالت بالسنوار سابقا، والآن تتكرر هذه الأمور مع بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. هذا أمر كان متوقعا بعض الشيء. اللافت أنه عدد كبير من وسائل الإعلام، خاصة الوسائل الإعلام الغربية وبعض القنوات العربية والفضائيات العربية، سارت في حملة مضللة جديدة بعدة جزئيات وبعدة يعني اتجاهات سنفندها في هذه الحلقة اليوم. تدخلت ربما أو حاولت أن تحول الموضوع من الشأن الفلسطيني واهتمام الجمهور في كل أنحاء العالم حول ما سيجري بعد اختيار يحيى السنوار، لتزج بهذه الجزئية باعتباره مرتبط بإيران مباشرة. البعض حاول التعويل على ما سماه خلافات داخل حركة حماس. راقبنا يعني بعض الوسائل الإعلامية التي تعاملت نوع من الصدمة مع هذا القرار، وبنفس الإطار كان في نوع من الاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة يعني من الجماهير التي كانت تتابع والتي اعتبرت أنه هذا انتصار أو رد مباشر على اغتيال القائد إسماعيل هنية. سنتابع في هذه يعني الجزئيات يعني بعض التقارير التي اقتطعناها من رصدنا للقنوات الإعلامية الغربية، ومن ثم سنستعرض كيف تعاملت الصحف والمواقع أيضا. Yahya Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. Yahya Sinwar is seen as Hamas's most extreme figure. He does top Israel's most wanted list, and he is also the man Israel accuses of being the mastermind of the October 7th attacks. Now, we know that he's 61 years old. He was born in Khan Yunis refugee camp, and in the 1980s he founded the Hamas Security Service. But Abby, what we also know is that he spent much of his life in Israeli prison. In fact, in 1988 he was sentenced to 4 life terms in prison. I think the announcement could be quite significant, and it's really interesting because you now see Hamas potentially attempting to bring closer the political bureau and the military wing by having a military leader like Sinwar kind of dual-hatted, functioning in both roles. It certainly points to a victory for the hardliners within Hamas. This was likely a move to empower the more hardline militants in the group. It could also have reverberations into the West Bank as well. The move reinforces the radical path pursued since the October 7th attack on Israel. Sinwar, the architect of the most devastating attack on Israel in decades, has been hiding in Gaza, evading Israeli attempts to kill him since the start of the war. News of Sinwar's appointment came as Israel braces for a likely attack from Iran following the killing of Haniyeh in Tehran.
يعني لاحظنا بعض النماذج من كيفية تأطير الموضوع، كيفية الاستثمار في حملات الشيطنة السابقة التي تعمدت نشرها هذه الوسائل الإعلامية. أيضا هذه المنهجية يعني جاءت بالتوازي وبشكل منسق أيضا مع ما ركزت عليه الصحف والمواقع في هذا الإطار. نستعرض بعض النماذج، سنلاحظ مثلا كيف يتم التركيز على أن السنوار هو مهندس السابع من أكتوبر. بالنسبة لعدد كبير من المتابعين رامية هذا إنجاز وهذا أمر بطولي، ولكن بالنسبة لي أيضا عدد من قراء هذه الصحف والمواقع الذين اعتادوا شيطنة يوم السابع من أكتوبر، حتى أنه هذه الوسائل الإعلامية التي رفضت تسمية طوفان الأقصى وركزت على تسمية السابع من أكتوبر لكل ما تحمله من يعني أنماط سلبية أو دلالات سلبية بالنسبة لها، ربطت دائما موضوع السنوار بأنه مهندس هذا اليوم هو حليف إيران، هكذا تم التركيز بشكل أساسي. كما تم التحدث عن ماضيه والإدعاء بوجود قلق لدى أهل غزة من اختياره، وتم الحديث أيضا عن تأثير ذلك على محادثات وقف إطلاق النار. نستعرض الآن بعض من هذه المواد التي رصدناها أيضا. مادة مثلا من نيويورك تايمز تسأل من هو يحيى السنوار، في المضمون التركيز دائما على أن السنوار سجن بتهمة قتل 4 فلسطينيين اتهمهم بالتعاون مع إسرائيل، موقفه متشدد ويشير إلى أنه لن يكون حريصا على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. كما تم الحديث على أن استراتيجية السنوار هي دائما إبقاء الحرب في غزة لفترة أطول من أجل تمزيق سمعة إسرائيل الدولية وإلحاق الضرر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. هذه المادة من الأسوشيتد بريس تقول أن السنوار يلقب بجزار خان يونس. تشير هذه المادة أيضا إلى أنه يتم الاعتقاد على نطاق واسع أن السنوار يقف وراء مقتل أحد كبار قادة حماس، يعني خلافات داخل حماس، خلافات مع حماس وجهات خارجية، التعويل على إطالة أمد الحرب وكل ما يحمل هذا من أمور سلبية بالنسبة للجمهور وللبيئة الحاضنة. هذه أنواع من الدلالات التي حاول الإعلام الغربي التركيز عليها. أيضا هذه نماذج من العناوين، نلاحظ كيف تركز على أن السنوار كما ذكرنا هو مهندس السابع من أكتوبر، ولكن في سياق التضليل والشيطنة تركيز على استحضار ماضي السنوار. ولن نتوقع أن يكون بالنسبة لهذه الوسائل الإعلامية ماضي أبيض، سنتوقع أنه في مليء بحملات الشيطنة والتركيز على جزئيات سلبية بشكل أساسي. هذه المواد تقول أنه للسنوار ماضيا وصفته بالوحشي وقالت أنه سمعته وحشية أيضا. دكتور سيف دعنا، ما الذي يعنيه هذا الحدث أن يكون يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس؟ مساء الخير أولا. أهلا بك. يعني نحن نحترم المشاهدين العرب ونحترم عقولهم وذكائهم، وبالتالي وأيضا نسعى للحقيقة لأنها بجانب الحق، وبالتالي سأقدم مداخلة تكشف سطحية وتفاهة، آسف على التعبير، ولكن تفاهة الإعلام الغربي. يعني سطحي جدا أن نتحدث عن حدث كبير جدا كما سأوصفه بعد قليل، بأن السنوار ولد عام 1962 واعتقل في سنة كذا، وكأن هذه القضية هي طريقة التعريف بحدث كبير. أحيانا حتى نفهم بعض الأحداث نحتاج إلى حقيقة إلى ما هو أكثر من الرؤية السياسية أو المقياس السياسي، نحتاج إلى مصفوفة من السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ والتحليل النفسي وحتى الإعلام والفن وإلى آخره، لأن الرؤية الأحادية قاصرة جدا عن فهم الأحداث الكبرى. نحن في 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 مفصل تاريخي كبير. لنبدأ بالحدث. انتخاب السيد السنوار رئيسا للمكتب السياسي يضعه في موقع القائد الأول لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ولكن في لحظة مفصلية تاريخية مفصلية جدا جدا على المستوى المحلي الفلسطيني، على المستوى الإقليمي والعربي، وأيضا على المستوى الدولي أو المستوى العالمي. في مثل هذه الحالات القضية إذن أبعد بكثير من مجرد تقدير سياسي آني ماذا سيحصل لوقف إطلاق النار، رغم أني سأتحدث عن ذلك، أو المعاني المباشرة التي قد يستقيها الصحفي من هنا أو من هناك. هذه تظل سطحية كما قلت، أنه ولد في سنة كذا، ويعني هذه القشور السخيفة. هذه الحالة تحتاج حقيقة إلى مقاربة تستند بالحد الأدنى إلى فهم معين في فلسفة التاريخ، وليس تقدير سياسي أو إعلامي سطحي. بهذا المعنى، وأنا سأعمم أبعد حتى من السيد السنوار، الحديث عن صعود جيل جديد من القادة العرب المقاومين مؤخرا، تحديدا السيد السنوار
والسيدين السيد حسن نصر الله والسيد عبد الملك الحوثي في لحظة تحول تاريخي، أو كما يسميها الفيلسوف كارل بولاني لحظات التحول العظيمة، هذا يجعلهم يمثلون أو يجسدون روح التقدم التاريخي، أو يصبحون التجسيد الأسمى لروح التقدم التاريخي، وهذه يمثلها فقط القليل جدا جدا من القادة في التاريخ. ولهذا نحن لا نعرف من الآلاف من القادة في التاريخ إلا أسماء محددة، وهي التي ارتبطت بتحولات تاريخية محددة. إذن السنوار في هذه المرحلة مثله مثل القادة الآخرين يمثل روح التقدم التاريخي، لأننا في لحظة مفصلية روح التقدم التاريخي، وحتى على مستوى عالمي، وليست على مستوى فلسطيني أو محلي، لأنه أصبح رمز وعنوان لحقبة جديدة كاملة. نحن على أعتاب حقبة جديدة كاملة، ووفق فلسفة التاريخ هؤلاء الأشخاص، حتى من الفلسفة الألمانية من الفيلسوف هيجل، هو يمثل هذه الحالات، تمثل التجلي العبقري لروح التاريخ. يعني هو ليس مجرد شخص، نحن لا نتحدث عن قائد حين نتحدث عن قائد عربي من هذا النوع في هذه اللحظة الفارقة، فهو بالتالي نحن نتحدث عن إرادة التاريخ، إرادة الروح الإنسانية وروح العصر، وكيف هذا الاختيار بالذات يمثلها. بهذا المعنى من تفاجأ من اختيار السيد السنوار ليس فقط لم يفهم ماذا حدث منذ 27، هو لا يفهم في التاريخ اصلا. ولهذا قلت القضية عند الصحفيين او الغربيين هذه اشكالية. وبالتالي نحن نتحدث عن 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 شخصية، اذا كنا نتحدث عن روح عصر، عن مفصل تاريخي، يجب ان تتوافق المواصفات الشخصية لهذه الشخصية الاستثنائية، المواصفات النفسية، المواصفات العقائدية، المواصفات الكفاحية، المواصفات السياسية، يجب أن تتناسب تماماً مع ظروف ومتطلبات وشروط حقبة تاريخية جديدة. إذن حين نتحدث عن السيد السنوار، نحن لا نتحدث عن مجرد قائد آخر في ظرف يمثل مجرد استمرار لسلسلة من القادة السابقين. نعم. بالضرورة لا، التاريخ كله يتجسد، تاريخ المرحلة الراهنة الآن يتجسد في مجموعة من الأشخاص، ومن ضمنهم السيد السنوار. هذا ما لا يمكن أن يفهمه صحفي في نيويورك تايمز أو كاتب في نيويورك تايمز، وهو لا يعرف بهذه السخافة عفواً أنه يحاول الوقوف في وجه التاريخ أو يعاند التاريخ، أو هو لا يفهم أصلاً ماذا يحدث. حين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن طوفان سيجرف من يكتب بهذه الطريقة. بعد 27 كل المقاييس السابقة، وتحديدا هنا الرؤية الإعلامية والسياسية للأحداث، نعم، تكسرت ولم تعد صالحة لفهم ما يجري وما سيجري من تحولات. لماذا هذه المقدمة؟ هذه المقدمة ضرورية، لأنني سأستعرض الآن ولاحقا إذا سمح الوقت، لأن كل ما قرأناه في الصحافة الغربية هو تافه. سنستعرضه لأنه يجب أن نقف عندها دكتور، دعنا، لأنه هذه يعني أنت توصف سخافة وسطحية، هل هي كذلك أم أنه يراد أن يقدم بهذا الشكل؟ سأعود للاستعراض حتى لا أقطعك في وسط الاستعراض دكتور سيف، دعنا ونكمل حتى في الرصد الإعلامي حتى يؤسس للوصول لهذه الخلاصات بهذا الشكل. زميلتنا بهي حلاوي، استعرضت من بين النقاط التي يعني تم طرحها في طريقة التعامل حتى الشيطنة، ربط يعني اختيار يحيى السنوار رئيس للمكتب السياسي مباشرة بموضوع المفاوضات او المحادثات اللي اطلقنا، كيف تم يعني التعاطي مع هذه الزاويه؟ يعني بدايه يعني لابد من وضع السرديات بالاطار العام. واضح انه في انزعاج يعني بالاعلام الغربي، ونتيجه هذا الانزعاج تبدا حملات التضليل، لانه الموضوع يعني لان الاحداث الان مرتبطه او الاخبار تحاول التركيز على صفقه، على وقف اطلاق النار، على هذه المحادثات والمفاوضات. مباشرة يعني هم مضطرون لإيجاد الرابط بين موضوع تعيين أو اختيار يحيى السنوار قائد لحركة حماس وبين يعني مسار ومجريات هذه العملية. تحول الأمر كما ذكرنا من ملف فلسطيني يتعلق بالمقاومة لتحويله بأنه في انزعاج من الشارع الفلسطيني، خاصة من سكان القطاع والذين يعني تكبدوا يعني عناء الصمود لفترة طويلة، ولي يعني بعد مرور أكثر من 10 شهور. وأيضا
محاولة القول أنه سيحقق مصلحة إيران بعيدا عن مصلحة الفلسطينيين، وأنه هذا لا يمثل رأي وتوجهات الفلسطينيين في هذه الفترة. هذا نمط العام للمعالجة الإعلامية، محاولة لتأليب الرأي العام ضد السنوار خصوصا داخل غزة كما ذكرنا، وإظهار أنه هو الشخص الذي لا يريد الحل وسيستمر يعني عرقلة أي اتفاق باعتباره هو صاحب القرار السياسي الفاصل الآن. بعض المواد التي يعني ستستعرض لنا كيف أنه سيتمسك بموقف متشدد بالنسبة للإعلام الأمريكي وكيف سيوظف هذه السردية أمام الجمهور الغربي، هذه بعض المقتطفات من هذا الفيديو، ومن ثم نستعرض بعض المواد المكتوبة. Yahya Sinwar is a much more radical figure. We have seen this in negotiations. He has not been pro a ceasefire. Ismail Haniyeh thought that Hamas should go for a ceasefire, thought there should be hostage negotiations. While Yahya Sinwar, he's very happy to let the war go on. He has been quoted at least three times as saying we have Israel exactly where we want them. But that is also the effect on the war. We're going to see a lot of changes. This is a really big day for the Hamas movement more broadly and for the way the war is going in particular. I'm not sure that it changes the parameters of the negotiations, because until now, while Yahya Sinwar didn't have the only word, Hamas leaders have told me that he has the final word. And the final word has created an agreement that Prime Minister Netanyahu refuses to accept. And Prime Minister Netanyahu keeps adding additional conditions and red lines of Israel to the agreement, to the point that Netanyahu's own military chiefs are in opposition to him and believe that Israel needs to take the deal. What has been the case for now is that the leadership outside, Ismail Haniyeh, was basically leading those negotiations, but he had to consult, and the decision-making was made together with Yahya Sinwar. So this will be now solely in the hands of Yahya Sinwar, at least that is what's being expected. There's also a small detail, will be very difficult as he is in hiding, you know, to pass on those messages, maybe making these this process a bit more complicated as well. الأسوأ من ضمن هذه السرديات المضللة رامي أنه تم التركيز على نقطة غاية في الأهمية، هي ادعاء وجود قلق عند أهالي غزة تحديدا من اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. هذا ما نلاحظه في هذه المواد التي تتحدث عن أن سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب يعبرون عن القلق بشأن زعيم حماس الجديد العنيد، أيضا أنه الجياع والنازحين في القطاع يرون بؤسهم مستمرا مع القيادة الجديدة لحماس. في المقابل مواد إخبارية سابقة شددت على أهمية دور السنوار في عملية التفاوض. هذه المادة مثلا من الجارديان البريطانية تقول أنه يحيى السنوار هو الرجل الذي قد يحمل مفاتيح إطلاق سراح رهائن غزة. أيضا لافت هنا الاهتمام المتزايد سواء من وسائل الإعلام أو حتى يعني عدد من الشخصيات بتسويق أنه سردية أنه السنوار هو من حلف إيران، هو المرتبط بإيران، هو الأقرب إلى إيران. هذه التغريدة مثلا لوزير الخارجية الإسرائيلي يقول فيها أنه انتخاب يحيى السنوار زعيما لحماس يجب أن يبعث برسالة واضحة إلى العالم، مفادها أنه القضية الفلسطينية أصبحت الآن تحت سيطرة إيران وحماس بشكل كامل. لماذا نضع هذا الأمر ضمن يعني أساليب التأطير وحملات التضليل؟ لأنه دائما في مسار طويل جدا من شيطنة إيران ومن شيطنة محور المقاومة، مسار طويل من شيطنة العلاقات مع إيران. صحيح. وكنا قد استعرضنا في عدة حلقات كيف حولوا أي كيان مرتبط بإيران أو له علاقات جيدة مع إيران ليصبح وكيل إيران في منطقة محددة وينفذ أهداف إيران، يعني مصالح إيران في المنطقة. هنا صحيفة وول ستريت جورنال ركزت على هذه الجزئية، اعتبرت أنه ترقية السنوار تعزز الروابط الاستراتيجية بين حركة حماس وإيران، وأن هذه الخطوة تشير إلى أن الحركة تدعم استراتيجيته في شن حرب ضد إسرائيل إلى جانب المجموعات حليفة لإيران، وأن السنوار يريد يعني تحقيق الدولة الفلسطينية ويشارك إيران هدفها المتمثل بتدمير إسرائيل. وربما أو على المؤكد بالنظر لطريقة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، في يعني كانت موجة واسعة في غير مكان على مستوى العالم، كان في فرح وتفاعل إيجابي مع اختيار يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والأمر لم يقتصر فقط على الدول العربية أو في المنطقة. فتاة أيضا تبدو غربية بدأ عليها السعادة بانتخاب السنوار، نتابع هذا الفيديو. So in case you guys have not heard the news, I just had to be the first to report on it. No, actually I'm not the first, but that's okay. Officially, the age group has found a replacement for beloved Haniyeh.
I'm going to give you 5 seconds to guess who it is. Guess in the comments, okay? Okay, it's Yahya Sinwar. I don't know why I would have never have thought of him to be the replacement. Bro, this is brilliant. And on top of that, we know that the IOF says, oh, we unalived him. You unalived civilians. Your excuse to unalive civilians. But anyway, we're gonna see how this all plays out. Man, I'm on a different level of hyped. I am hyped. هذا يختصر كثير مما شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. حتى في طريقة المقاربة كيف تعمل إسرائيل في الإبادة حتى يعني اهتمام وسائل التواصل باختيار السنوار شكل مادة لتحقيق فيها أرادة الإسرائيلية. هذه الصحيفة التي تقول أن العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي يشيد بصعود يحيى السنوار إلى صدارة حماس، وأن المعلقين العرب يقولون أن السنوار هو الزعيم المناسب لخوض هذا الصراع الضخم، يسخرون من استراتيجية إسرائيل في اغتيال الزعماء الفلسطينيين. يعني كلما اغتالوا زعيم وجدوا نفسهم أمام زعيم تعامل معه أصعب أعند لجهة التمسك بالأرض والقضية وما شابه. من جهة أخرى رصدنا أيضا بعض الحسابات التي عملت على تشويه يحيى السنوار على منصة أكس تحديدا. جانب من جوانب التفاعل هنا نستعرضه سريعا قبل العودة للدكتور سيف، هذه الحسابات الإسرائيلية المعروفة الهوية، وأيضا المؤسف أنه ينضم إليها جزء من الباب الإلكتروني صحيح. ولن أذكر الأسماء يعني حتى لا نعطيها أي أهمية، ولكن هذه نماذج نستعرضها من الصور والتعليقات التي وردت، نماذج من التغريدات التي نشرتها هذه الحسابات. تناقلت أخبار عن أن مسؤولا فلسطينيا قال أن عملية اغتيال هنية يقف خلفها السنوار بعلم طهران. تخيلي يعني هذه مواد تخرج من حسابات عربية رامية. تغريدات أخرى تقول أن الزعامة في حماس انتقلت من هروب الفنادق إلى هروب الخنادق، وأيضا حسابات إسرائيلية وحسابات تنشر الروايات الإسرائيلية كهذه النماذج، بالإضافة إلى حسابات تعمل مباشرة مع اللوبي الإسرائيلي مثل بن شابيرو يعني الذي يتصدر دائما هذه الأكاذيب وعملية التسويق. يعني خصوصا لهم حصة كبيرة في حروب تماما يعني. هو باختصار يقول أنه بعد أن هاجم يعني المقالات التي تنشر أي تفصيل عن أن السنوار قد يكون معتدل أو يعمل حتى لوقف إطلاق النار ولمصلحة الفلسطينيين، ويقول في هذه التغريدة عندما تتم كتابة يعني نعوى أو نعي للسنوار سنعرف أنه كان في الواقع صوتا معتدلا لصالح وقف إطلاق النار، وفقا لصحيفة واشنطن بوست وصحيفة نيويورك تايمز. بطريقة أو بأخرى يحاول أن يدفع بهذه الصحف والمواقع لضخ المزيد من الشيطنة والمزيد من التعليقات السلبية والمقالات السلبية لشيطنة هذه الرموز التي تحولت فعلا إلى رموز حتى عند جماهير يعني في مختلف أنحاء العالم. ربما يمكن أن نقول أن كنا أمام استفتاء بشكل غير مباشر بعد 10 أشهر لموقع المقاومة في وجدان الناس والتفافها حول صحيح. غزة ووقوفها إلى جانبها من خلال الاحتفاء الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي باختيار السنوار رئيس المكتب السياسي. نعود من جديد إليك دكتور سيف دعنا انطلاقا من ذلك، من أين تأتي هذه السطحية كما وصفتها في طريقة تعامل العديد من الأقلام والصحف وحتى الصحفيين الغربيين؟ يعني نحن راجعنا أو على الأقل أغلبية ما كتب في الصحافة الغربية وفي الإعلام الغربي، ولهذا قمت بتوصيفه بأنه ساذج وسطحي وتافه. طبعا نحن نفهم أنه ليس مجرد تافه وسطحي، نفهم أن هذه السطحية والتفاهة هي في خدمة مشروع سياسي أو في خدمة هدف سياسي، ولكن هم يعتمدون أساسا على 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 عدم معرفة القارئ أو جهل القارئ في الكثير من التفاصيل. ولكن المدهش في هذه المرحلة بالذات، مع أننا نراها دائما، ولكن تركيز عدد المقالات التي راجعناها أو عدد التقارير التي قرأناها، أن كل صحفي غربي حرفيا يعتقد أنه يمكنه أن يكتب عنا عن العرب والمسلمين، ملياري مسلم، 400 مليون عربي، كل كاتب منهم يعتقد أنه يمكنه أن يكتب عنا، عن منطقتنا، عن تاريخنا، عن حضاراتنا، عن ثقافتنا، عن سياستنا. والمدهش أكثر أنهم كلهم يستخدمون أو يعتمدون على نظرة استشراقية أحادة الجانب، أحادية الجانب وسطحية، ومن هنا تأتي السطحية. مثلا المقال الذي ذكرته بهية، من هو يحيى السنوار في نيويورك تايمز؟ أنا لا أريد أن أعلق على المقال لأنه مرة أخرى سطحي، ولد في السنة الفلانية، اعتقل في السنة الفلانية وإلى آخره، وكل ما هو متداول يعني في الحقيقة. ولكن الكاتبة هي إفرات ليفني. إفرات ليفني كما تعرفها نيويورك تايمز في البروفايل تبعها،
هي صحفية إسرائيلية أمريكية ولدت في الكيان الصهيوني وانتقلت لاحقا إلى الولايات المتحدة. كانت تكتب في الجيروسلم بوست في الجيروسلم ريبورت، ولكن الأهم من ذلك في نيويورك تايمز هي متخصصة في الكتابة عن شؤون الأعمال البزنس، يعني قوانين الأعمال، محاكم وقوانين مكافحة الاحتكار. يعني هذا استهزاء بالقارئ، أنتم تأتون بمراسلة مفروض أنها موجودة في محكمة مرتبطة بالأعمال وقوانين الأعمال والاحتكار لتكتب عن أحد القضايا التاريخية المفصلية في المنطقة. يعني يظنون أن أي تافه من طرفهم يمكنه أن يكتب عنا وهم يعرفوننا، مع أننا يعني يمكن أن يكون عربي عنده شهادة دكتوراه وخبير وقارئ ويقرأ أكثر من 10 ساعات يوميا ولا يتجرأ عن الكتابة بالطريقة التي يعني بالطريقة السهلة. ليست القضية نعم. سهلة. يعني كل تاريخنا يعني بهذه الطريقة هو مجرد فكرة سخيفة يحملها. ولكن حتى لو مثلا لو كان السنوار هو الذي لا يريد وقف إطلاق نار أو لا يريد وقف إطلاق نار، نحن في الشهر 11، لماذا لم يقف إطلاق النار حتى اليوم؟ حتى كل يوم نتنياهو يخرج ويقول لا لوقف إطلاق النار، ولا أحد يعلق في الصحافة الغربية بنفس الطريقة. الأهم أن يدعوت أحرنوت وهي صحيفة إسرائيلية كشفت قبل أيام عن تفاهم أمريكي صهيوني، تفاهم أمريكي مع نتنياهو يعده بأنه إذا لم يحدث ما يريد في الجولة الثانية في المرحلة الثانية من الاتفاق في التبادل يمكنه أن يعود ويستكمل الحرب. إذن هناك وعد أمريكي لنتنياهو بإمكانية استمرار الحرب ونشرته صحافة إسرائيلية. نعم. المقال الثاني وأيضا ذكرته بهية أن حماس تختار أحد مهندسي هجمات 7 أكتوبر كقائد سياسي جديد. من كتب المقال؟ أرن بوكسرمان، آدم راسغان وهو كاتب أيضا في تايمز أوف إسرائيل، يعني في صحافة إسرائيلية، وإريكا سولومون، الثلاثة موجودون في مكتب نيويورك تايمز في القدس. وطبعا أحد الخرافات التي تم تردادها هنا هي الحديث عن طبيب أسنان في السجن اسمه يوفال بيتون، ويبدو أن أحد أقاربه موجود أسير لدى المقاومة. ولكن كانت هناك قصة سابقة للإعلام يحاولون تصوير كيف أن هذا الطبيب أنقذ حياة السيد السنوار لأنه اكتشف أحد الأورام التي أصابت السيد السنوار. يعني يريدون فقط في الكيان الصهيوني يمكن لطبيب الأسنان أن يكتشف الأورام ويعالجها. يعني هذه ليست تفاهة، هذه مسخرة. مقال بعض أهل غزة قلقون أن صعود السنوار قد يعني أن وقف إطلاق النار أبعد، كاتبه بلال شبير ونسيت الاسم الأول يزبك الاسم الأخير من القدس ومن غزة. الإشكال هناك فرق بين العمل المنهجي وسرد النوادر. الصحافة والإعلام ليست في مجال سرد النوادر. يمكن أن نتفهم بسبب الضغط على أهل غزة والإجرام المرتكب بحقهم منذ ما يقارب عام أن يقول البعض أو يعبر شخص أو شخصين عن قلق مثلا ما أو إلى آخره، ولكن هم يقتبسون شخصيتين أو سيدتين في الحقيقة ويتناسون أن هناك استطلاعات للرأي. هذه الصورة المهمة، هذا العمل المنهجي. استطلاعات الرأي تقول أن هذا المقال كاذب. أنا يمكن أن تجد أي إنسان في أي بلد في العالم يقول جملة معينة، هذه نادرة وليست عمل منهجي. استطلاعات الرأي ليس في فلسطين ولكن في كل الوطن العربي وفي كل العالم الإسلامي تقول شيئا آخرا بامتياز. بس الجانب الأخير أريد أن أعلق على الموضوع، أن كل النقاش يدور هنا وكأن السيد السنوار جاء من المريخ. يعني ليست القضية أنه فلسطيني وأنه قائد فلسطيني منذ زمن طويل وإلى آخره. يعني السيد السنوار الآن هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبالتالي زعيم حركة التحرر الوطني الفلسطيني لسبب أساسي أن الكيان الصهيوني قام باغتيال الشهيد هنية. هذه التفصيلة يتم تجاهلها لأنها فيها يمكن أن نستفيد منها. لو سمحت لي دكتور، دعنا ونحن ننتقل أكثر لطريقة المتابعة والمواكبة خصوصا بالنسبة للتغطية الإعلامية
يعني المرتبطة باغتيال السيد إسماعيل هنية وأيضا فؤاد شكر وما تلاها في عملية يعني طريقة ممنهجة في إدارة أيضا عملية التغطية على المستوى العربي والغربي، وهذا دفع حتى السيد حسن نصر الله للتعليق عليه في خطابه الأخير. تسمح لنا دكتور، دعنا هنا أن ننتقل للزميلة بهية حلاوي لنرصد في المواد هذا الجانب. بهية، السيد نصر الله في خطابه وصف هذا الإعلام بأنه يبث الأكاذيب بسلاح مرعب ومخيف، ونتابع جزئية هذه الجزئية قبل يعني نستمع مباشرة ونرصد هذه المواد. لا تشاركوا في الحرب النفسية التي يخوضها العدو على مجتمع المقاومة في لبنان وعلى بيئة المقاومة في لبنان، كما تفعل الآن بعض الفضائيات العربية والفضائيات اللبنانية. بضرب مثل، يعني قبل أيام بلش التلفونات والاتصالات، شو القصة؟ في قرار من حزب الله بإخلاء الضاحية الجنوبية. كذب، افتراء، تضليل، إرهاب. يعني من يفعل ذلك هو يمارس إرهاب. اليوم سلاح الإعلام مرعب ومخيف أكثر من أنه تحمل كلاشن في وجه الناس. هلا ياما في ناس بتحمل سلاح بوجههم ما بيخافوا، بس لما بتمارس هاي الممارسات بيخافوا. شوي أنه خبر على الفضائيات العربية، حزب الله قام بإخلاء مربع الشورى في منطقة حارة حرايك وينتشر كالنار في الهشيم وما في شيء. هذا مثل، أمثلة كثير قد ما بدكم، ما بدي احكي بكل الامثله. مثلا انه اسرائيل اغتالت الشهيد هنية في طهران، بعض الفضائيات العربيه لا، انه هاي عبوه وكانت داخل مضافه، والان في طهران يوجد اعتقالات لعشرات الضباط والجنرالات الايرانيين من الحرس ووزاره الامن، وكله اكاذيب واباطيل. بس مشي، لانه هاي وسائل اعلام قويه وبتاخذ مواقع التواصل ولحق اذا بتلحق. نرصد إذن آلية تعامل الإعلام خصوصا مع الاغتيال وما بعده. صحيح، يعني كثيرة هي المعطيات التي يمكن الحديث عنها رامية خلال الأسبوع الماضي، خاصة على جبهة الإسناد اللبنانية، ربما لا يتسع الوقت لاستعراض الكثير منها، ولكن بعض يعني النماذج، القليل من السرد حول التضليل، التخبط، التهويل الذي عايناه، الكذب المباشر، يعني حالة التشويه التي قامت بها وسائل إعلام غربية وأيضا عدد لافت جدا من قنوات عربية، فضائيات عربية وبعض الإعلام المحلي أيضا، انعكست ربما حالة التخبط وحالة التهويل لما يمكن أن نسميه حالة لبناء سياق تصعيدي، وبالتالي يعني كنا أمام نموذج جديد من حملات التضليل وحملات التهويل لتنسجم أو تتماهى مع المرحلة المقبلة المرتقبة يعني في المنطقة. ربما يعني تكون الحالة في الميدان مختلفة، ربما لا تختلف كثيرا، ولكن من يتابع هذا الإعلام الغربي يشعر وكأنه نحن دخلنا إلى مرحلة جديدة من كيفية تعامله وتركيزه على جبهة الإسناد اللبنانية. هذا كان الأمر منذ إعلان المقاومة يعني أنها سترد، وأنه الرد آت لا محالة، وأنه لاحظنا تقديم يعني الإعلام العديد من السيناريوهات، محاولة لتأطير محور المقاومة في الإعلام الغربي لبناء توجهات الجمهور وكيفية قراءة الأحداث ومجريات الأمور، تقديم أيضا عدد من السيناريوهات لمحاصرة ربما القارئ والمتابع أنه هذا فقط ما يمكن أن يحدث. الحديث مثلا عن أنه الرد سيكون من عدة جبهات، سيتم ضرب تل أبيب، اعتماد مبدأ ضربة من حزب الله وضربة من إيران، كل ذلك نلاحظه بسهولة في العناوين التي تم يعني ضخها في وسائل الإعلام والصحف أيضا الأمريكية على وجه الخصوص وبعض الإعلام الأوروبي. أيضا تحديد الوقت، وكأنه لدى الولايات المتحدة إمكانية التنبؤ بميعاد الرد حتى بالساعات وبالأيام وبالليالي. البعض تحدث عن 48 ساعة، آخرون قالوا أن الرد سيكون بعد خطاب السيد بلينكن. أبلغ مجموعة السبع أن إيران وحزب الله قد يهاجمان إسرائيل خلال الساعات 24 المقبلة. أيضا من ضمن يعني الفرضيات أنه من المتوقع أن تكون الهجمات متزامنة،
هذا الرد سيكون في نهاية الأسبوع. كل ذلك طبعا كان مجرد بروباغندا إعلامية مبنية على قراءات، على تحليلات، على بعض التفاصيل التي يمكن أن يذكرها صحفي أو معلق أو محلل سياسي، ويتم اعتمادها وتصويرها وكأنها يعني التوقيت الذي يقدمونه للجمهور. بالتوازي مع وضع المواقيت والسيناريوهات، هنا كما نشاهد حملة تضليل واسعة جدا للترويج إلى وجود خوف وذعر في صفوف اللبنانيين، والتسويق لوجود شرخ بين خيارات اللبنانيين والمنحى الذي يتخذه حزب الله، ويعني كيفية الذهاب بالبلاد إلى المهوار أو هذه العبارات. رصدنا الكثير من المواد التي سلطت الضوء على تصوير الوضع في لبنان على أنه مأساوي، وأن اللبنانيين يخزنون الطعام، يضعون خططا طارئة إذا ما توسعت الحرب مع إسرائيل، كل هذا بظل تغييب الجزئيات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. صحيح. والجمهور في إسرائيل. هذا أيضا ما رصدناه في عدد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية والمواد المصورة التي سرعان ما تم تصديرها لهذه الوسائل الإعلام الغربية، والتي حرصت بشكل أساسي على تحميل حزب الله مسؤولية التصعيد وإخراج يعني محاولة فصل الجبهة اللبنانية، جبهة الإسناد اللبنانية، عن أي شيء مرتبط بغزة وعن أي شيء مرتبط بالعدوان الذي قامت به إسرائيل ابتداء بموضوع الضاحية واستهداف القيادي السيد محسن في ضاحية بيروت الجنوبية. هذا فعلا ما يحدث راميا، نتساءل، الإجابة دائما لا. هذا ما ستؤكده هذه المقتطفات من تقرير الأسوشيتد بريس، يتضمن مقابلات مع عدد من الشباب الوافدين إلى لبنان الذين أكدوا أن الوضع طبيعي، ما يحدث هو تهويل من السوشيال ميديا وبأدوات غربية على وجه الخصوص وحسابات تضخم هذه السرديات من الغربيين بشكل أساسي. هذا طبيعي كسوشيال ميديا وهيك أخبار بتنتشر أنه في طيران عم يتكنسل كذا هيك، وفي البعض تأجل، بس بالنهاية لا، الوضع سوبر طبيعي. الطيران الميدل إيست التركيش كله عم ينزل، وكتير رواق المطارات عادي. يعني أنا هلأ كنت بتركيا ونزلت على لبنان وكان كل شيء طبيعي. لا بالنسبة للتهديدات ما كان في، ما أثرت علينا أنه ما حنيجي على لبنان. لا حتى لو كان في تهديدات حنرجع نجي على لبنان، وخاصة على الجنوب. ما خايفين أبدا من الوضع، يعني لأنه إحنا معودين، يعني القصف هلأ بس يصير نسمع أنه عادي طبيعي يعني، وبصير بجدار صوت كمان ما بنتأثر فيه، لأنه ابن جنوب صار معتاد على الأشياء هذه، يعني ما عندنا خوف أبدا من الأشياء هذه. طبعا لن نجد هذه المادة اللي تصدر وتسوق في الإعلام الغربي، ولكن سنجد السردية الإسرائيلية. من أين أتت هذه السردية الإسرائيلية؟ سنشاهد في هذا التقرير أيضا. As Israel prepares for an imminent attack by Iran and Hezbollah after high-profile assassinations in Tehran and Beirut, panic is also gripping the streets of Lebanon. At Beirut Airport, people are waiting in long lines as the tension escalates the anxiety. But Lebanese civilians are not the only ones in the country in a state of panic. Hezbollah is also evacuating senior personnel and military equipment from strongholds in Beirut, anticipating possible Israeli strikes. Iran has further inflamed the situation, suggesting that Hezbollah might escalate its attacks against Israeli civilians. And while Iran continues its psychological games, the whole region remains on the edge. يعني حول جزئية التهويل والكذب، أختم مع هذه التغريدة لمراسل NBC نيوز الأمريكية مات برادلي، والتي يقول فيها أنه عاد للتو من مطار بيروت بعد إجراء بعض المقابلات، وأن لا أحد يشعر بالذعر، لم تكن هناك طوابير من الرحلات الملغاة أو المتأخرة، وأن الركاب كانوا لا يزالون يصلون من جميع أنحاء العالم. دكتور سيف، دعنا من جملة ما استخدم السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير بعد مرور أسبوع على استشهاد السيد فؤاد شكر، في وصف أداء هذه المحطات والوسائل الإعلامية بأنه إرهاب لافت التوصيف. أسألك عنه، وأسألك عن جزئية أن نرى المسؤولين الأمريكيين يعني يتحدثون ويحددون مواقيت للرد، يعني تحددوها بالساعات، تحدث على مستوى الرئيس ومسؤولين وما إلى ذلك، هذا كيف يمكن يعني فهمه؟ حتى ترامب يعني دخل على نفس الخط. يعني لأنك بدأت السؤال بالسيد، سأبدأ هنا بذكر صاحب فضل صاحب الفضل، وباقتباس من الرسول الكريم في زيد الخير أو زيد الخيل الطائي، حين قال، وهذا ينطبق على السيد تماما: ما ذكر رجل من العرب بفضل إلا كان دون ما قيل فيه، إلا سماحة السيد فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه.
السيد يقود حرب شاملة في الحقيقة، سياسيا، إعلاميا، عسكريا، حرب نفسية، مواجهة الدعاية إلى آخره. هذا نادر، ليس فقط نادر، والعرب محظوظون جدا بوجود قائد من هذا النوع، ولكن لننظر إلى الكيان الصهيوني، لا يوجد عندهم قادة من هذا الطراز، ولا يوجد ند للسيد في الطرف الآخر. طبعا كل خطابات السيد الأخيرة كانت مهمة جدا، كل خطاب كان بحد ذاته مهم، وفي كل خطاب كان هناك شيء جديد، ولكن موضوع استخدام الأكاذيب واستخدام الإعلام، التوصيف الإعلام بأنه أخطر من السلاح أحيانا، وصفه أنه أخطر من الكلاشينكوف، هذا التوصيف ليس فقط دقيق جدا، ولكنه يلتقط التحول الذي يحصل الآن في الإعلام. يعني صحيح منذ البداية كان هناك دور أساسي للإعلام في خدمة السياسة، لكن مؤخرا تحديدا منذ مجزرة مجدل شمس التي ارتكبها الكيان الصهيوني، ولاحقا بدأنا نلمس، يعني نحن نبحث عن الميول في الإعلام، حين يتغير الميول نقدر أن هناك تغيير، ما إما التغيير السياسي وأما تغيير إداري، وهو ما يمكن أن يكون موجود لدى بعض وسائل الإعلام، تحديدا وسائل الإعلام العربية. لكن ليتذكر الجميع أن هناك حرب حقيقية فعلا، حرب إبادة تشن على العرب في غزة منذ ما يقارب العام إلى الآن، هناك قصف أهداف مدنية واستشهاد للمدنيين في لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق. إذن هناك حرب على العرب، لكنهم يعتبرون أن كل ما يحدث حرب فقط حين يكون هناك رد من العرب على الكيان الصهيوني. المنطقة كلها على الحافة، وكأنه لا يوجد إبادة في غزة، وكأن الكيان الصهيوني لا لا لا, لا لم يقم بشيء منذ ما يقارب العام. نعم. الإعلام لعب دور كبير منذ البداية في لكن في هذه المرحلة يتصرف، وهذا واضح مرة أخرى من تفكيك هذه المقالات والتقارير للوصول إلى ميول، يتصرف بشكل إلى حد ما يائس، يحاولون ويجربون كل شيء، محاولة لترهيب البيئة الحاضنة للمقاومة، لأنهم يعتقدون أن ذلك قد يشكل عبء على قيادة المقاومة وعلى المقاومة، يحاولون من خلال ذلك أيضا الدفع بقادة المقاومة للحديث أكثر، وبالتالي ربما الإفصاح عن بعض المعلومات التي يريدونها. ولهذا كانوا يرمون التقديرات أن الهجوم سيبدأ في يوم الاثنين وإلى آخره، ومن أكثر من مكان، حتى يخرج أحد من المقاومة ويقول شيئا ما حتى يهدئ البيئة الحاضنة. ولكن طبعا قيادة المقاومة تتصرف بحكمة وبعقل وطبعا بشجاعة كما قال السيد. هم لا ينقلون حالة الهلع عند المستوطنين، هناك حالة هلع حقيقية عند المستوطنين وموثقة بالإعلام، ليس فقط لا ينقلونها، لا يسلطون الضوء عليها، لا ينقلون عن اختباء قيادة الكيان الصهيوني في الحفرة، يعني يعقدون اجتماعاتهم تحت الأرض، ومع أنهم كانوا يعايروننا منذ زمن. صحيح. أن السيد مختبئ، وكأن قادة حركات التحرر عادة يقيمون في الفنادق. يعني هذا الجانب مهم، أن الإعلام يستهدف الآن بيئة المقاومة الحاضنة حتى يشكل عبء على قيادة المقاومة، محاولة استدراج بعض قادة المقاومة ربما للتخفيف من بعض الهلع إن وجد. ولكن كما قال السيد، إذا كان الناس بعض الناس عندنا خائفون، فهم أيضا خائفون. هذا علينا أن ننظر إلى المسألة بالحالة الجديدة. كنا في السابق نحن الذي يعتدى علينا ونخاف، وتدمر البيوت وتدمر المصانع بالضبط كما قال السيد. الآن الوضع هناك نوع من التناسب، لا 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 زالوا يتصرفون أن الجانب الآخر لا يحدث عنده. ولكن القضية المهمة هنا، لا يجب أن نتناسى، هذا ما يتناساه الإعلام، أن يتصرف الإعلام وكأنه لا يوجد حرب. نعم. يتصرف وكأن العرب سنتحدث عن هذه النقطة في المداخلة الأخيرة، وإياك لأن الوقت داهمنا. كيف يتم التعامل مع تغييب فكرة أنه هناك حرب، أو بهناك طرف المقابل تحديدا العرب والمقاومة هم من يريدون ربما حرب؟ تسمحنا دكتور، دعنا المواد الباقية. هناك ملاحظة سريعة، تفضل. أقل 20 ثانية، 20 ثانية. يعني كما قلت، نحن نبحث عن الميول، القضية ليست مجرد قراءة لمقالات وتقارير إعلامية، وهناك تحول تحديدا في الإعلام العربي، تحديدا في الإعلام العربي المعادي للمقاومة، وهذا التغير في الميول بسبب اللغة الجديدة، بعض النمط الجديد. أنا ليس عندي معلومات، ولكن أقدر تحديدا منذ مجزرة مجدل شمس بسبب مرة أخرى الميول الجديدة،
هناك إدارة جديدة لبعض الفضائيات العربية، وهذه الإدارات الجديدة تشبه إلى حد كبير لغة ونمط ومنطق وأسلوب من يقود وسائل إعلام غربية أو حتى من يقود وسائل إعلام صهيونية. وهذه نقطة مهمة جدا دكتور دعنا، والعودة إليك زميلتنا بهية، نحن نتحدث عن محاولة إدارة حرب نفسية ولكن عبر وسائل الإعلام بطريقة ممنهجة في هذا التوقيت. ذكرنا أنه نحن أمام مرحلة جديدة من أساليب التضليل أو عمليات التضليل بالتزامن محاولة لرفع منسوب الحرب النفسية خاصة ضد البيئة الحاضنة هنا في لبنان، حيث عمل بعض الإعلام على الترويج بشكل كبير لموضوع التعزيزات الأمريكية، وكأنه هذه ستصل تباعا إلى الشرق الأوسط، ستدافع عن إسرائيل، ويعني ستنال من كل من يعادي إسرائيل وكل من يحاول الوقوف بوجه هذه المخططات. هذه بعض النماذج التي رصدناها، وبالمناسبة هي نماذج كثيرة تم ضخها بشكل كبير جدا وتم تصديرها إلى منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى الجمهور وإلى البيئة الحاضنة بشكل أو بآخر. نتابع معا راميا. Meanwhile, the U.S. has sent more fighter jets to an unnamed military partner in the Middle East as Israel braces or a major retaliation. The Pentagon says it's sending more warships and fighter jets to the Middle East to protect American personnel and defend Israel. Iran and its allies in the region have vowed revenge after the killing of a Hamas leader in Tehran, which stoked fears of an escalation. The United States will replace one aircraft carrier and its group of support vessels with another one, as well as send more cruisers and destroyers, plus a new fighter jet squadron. أيضا بالتوازي رامي، المواقع الإخبارية ركزت على هذه الجزئيات. نلاحظ العناوين: الولايات المتحدة تعتزم إرسال المزيد من السفن الحربية من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط دائما لتعزيز الدفاعات، ودائما مصطلحات الدفاع عن النفس الدفاع عن إسرائيل، وكأنه إسرائيل لا تشن كل هذه الحرب وكل هذه الهجمات. تنشر سفنا طائرات مقاتلة بينما تستعد إسرائيل لهجوم إيران. حتى أن بعض الإعلام عمل على تأليب الشعب اللبناني على خيار المقاومة دائما، لأن لبنان يعني شكل جبهة إسناد حقيقية، جبهة إسناد مؤثرة لإسناد ودعم غزة. هذه المادة تتحدث مثلا عن أن اللبنانيين لا يريدون الحرب مع إسرائيل. تسأل: هل يريد حزب الله ذلك؟ تقول المادة أن التوترات المتصاعدة على طول الحدود قد تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية، مما يعني دمارا في جنوب لبنان وانهيارا للبلاد. الخطير هو السؤال الذي تطرحه هذه المادة: هل أخطأ حزب الله في حساباته عندما فتح جبهة الدعم كما سمتها المؤيدة للفلسطينيين ضد إسرائيل؟ ونختم هذا المحور مع هذه المادة من فورين أفيرز التي تسأل: ما رأي الشعب اللبناني حقا في حزب الله؟ تؤكد هذه المادة أن اللبنانيين يؤيدون بأغلبية ساحقة حقوق الفلسطينيين، يدينون إسرائيل بسبب أفعالها في غزة، وأن التصور بأن دور حزب الله في السياسة الإقليمية إيجابي، هذا الأمر زاد بمقدار 9 نقاط منذ عام 2022، وتقول أنه ليس هناك شك في أن مكانة حزب الله تتشكل من خلال نظرة اللبنانيين إلى الوضع في غزة، وبالتالي يعني بالتالي فشل موضوع فصل جبهة الإسناد اللبنانية عن الميدان في غزة وعن الجمهور والبيئة الحاضنة في غزة. طيب دكتور دعنا، عندما نتحدث فيما استعرضته أيضا الزميلة بهية في محاولة أن هناك هجوم إيراني على إسرائيل، أنه حزب الله يعني سيقوم بهجوم سيؤدي إلى اندلاع حرب في الإقليم، هذه رواية ومحاولة تسييدها بحد ذاته نراها في الإعلام الغربي. يعني هناك حرب على العرب منذ قرن، والحرب غير مستمرة. في الحقيقة الوطن العربي تعرض لأكبر نسبة تواتر بالحروب على وجه الأرض منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن الشهداء العرب لا يعنون شيئا، هم مجرد أرقام. فقط حين يتعرض الكيان الصهيوني إلى أي إلى مجرد الرد أو دفاع عن النفس، هنا يتحول العرب إلى 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 شريرين ومعتدين على هذا الكيان. ولكن هناك جانب مهم ربما على بيئة المقاومة أن تعرفه. حين نسمع أن الولايات المتحدة ترسل حاملات الطائرات وترسل كل هذه الأسلحة وترسل المعدات إلى قبرص وغير قبرص وتقوم بالتدريب والتمارين العسكرية في خلال هذه الأيام، هذا يجب أن يؤكد للجميع قراءة المقاومة ليس فقط للحال الراهن
أن مع من الصراع في الحقيقة، ولكن يؤكد الصورة الحقيقية للكيان الصهيوني. نعم. الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يحمي نفسه لو ترك لوحده بقوات ذاتية في مواجهة القوى المقاومة فقط، وليس في مواجهة كل العرب. وهذه القراءة الحقيقية. إذن نقطة الضعف، إذا كان هناك من يجب أن يخاف، إذا كان هناك من يجب أن يصيبه الهلع، هو الذي يحتاج إلى حماية غربية، وهو الذي يحتاج إلى حماية أمريكية، ويحتاج إلى حاملات الطائرات وكل هذه المعدات. إذن القضية هي في الطرف الآخر، هم لا يصلوا إلى هذا الاستنتاج. استنتاجهم فقط أن الولايات المتحدة والغرب، بريطانيا وفرنسا وغيرها، وبعض العرب أيضا، الدول العربية يساعدون الكيان، وليست القضية أن الكيان لا يستطيع الدفاع عن نفسه. هذا يقودنا إلى الاستنتاج بوضوح: الكيان الصهيوني غير مستقل، لا يوجد استقلال، لا يوجد سيادة عند الكيان الصهيوني في الحقيقة، هو مجرد مستعمرة متقدمة للمنظومة الغربية، وإلا لماذا نرى كل ذلك؟ ولو كان كيان مستقل بذاته ولذاته وعنده قدراته الذاتية ويمكنه الدفاع عن نفسه لما رأينا ذلك. هذا يؤكد كما قلت قراءة المقاومة لطبيعة الصراع. نعم. قراءة المقاومة لحال الكيان الصهيوني، والأهم من كل ذلك استشراف المقاومة للنتيجة النهائية للصراع العربي الصهيوني، وهو التحرير. شكرا. كل فلسطين من البحر إلى النهر. دكتور سيف دعنا، الأستاذ في علم الاجتماع، ضيفنا من شيكاغو، شكرا جزيلا لك. زميلتنا بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكما ولمشاهدينا، إلى اللقاء.